السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي، بحبكم جدا في الله. النهاردة أنا زي ما احنا شايفين كده، طبعا دي مشكلة بتواجهني في الحوض، يعني زي ما احنا شايفين كده اللي هو يعني مسدود كده معايا، وكل ما باجي اغسل المواعين فهي الصرف بتاعه يعني ما بيصرفش المية بسرعة زي ما احنا شايفين كده، حتى المية بتنزل واحدة واحدة كده هوت. فأنا هنا هنعمل معاكم خلطة كده هوت لتسليك الحوض ده، ويكون ويعني ويتسلك معانا بكل سهولة بعد كده هوت من دهون أو أي دهون متكونة جواه يعني. فالخلطة دي بتزيل الدهون خالص. وهنحتاج معانا نشوف مع بعض احنا هنحتاج ايه. هنا معايا دي معلقتين كبار كربوناتو، ومعلقتين كبار ملح ليمون، ومعايا كوباية خل، ومعايا بقى ايه مية مغلية. هنا انا بس احنا هعمل ايه بقى، انا هغسل الاطباق ديت، هغسل المواعين ديت، وهبدأ اللي انا اسيب الحوض لحد ما يصفي ميته خالص. طبعا هو هياخد وقت مع بال ما يصفي ميته، وبعد كده نبدأ اللي انا هنعمل معاكم الخلطة دي. انا بس حبيت اللي انا ادخل في الفيديو بالمنظر ده كده عشان يعني اوريكم ايه المشكلة بتاعة الحوض اللي هي بتواجهني، علشان الخلطة تشوفوها ازاي هي فعالة فعلا. كده بقى انا غسلت المواعين اهيت زي ما احنا شايفين. هنا بحاول اللي انا في صفاية ناط في قلب الحوض، بحاول اللي انا الم اي حاجة من بواقي يعني الاكل مطرح الاطباق وكده اهوت، بحاول ان انا الم اي حاجه كده اهوت. وزي ما احنا شايفين الميه بتنزل اهي ببطء كده اهوت. فطبعا المشكله دي اكيد بتواجه ناس تانية برضو كتير، يعني في ال يعني لما الحوض يتسد كده بتاع المطبخ او بتاع الوش. فانا حبيت ان انا اوريكم عملي، يعني ما اجيبش الحوض كده اهوت وهو نضيف وبعد كده اوريكم الخلطة، لا انا بحب ان انا اعمل الفيديو معاكم عملي كده. فكده بقى انا هعمل ايه، انا كده مش محتاج ان انا حتى اغسل الحوض، هو كده كده اللي انا هنغسله بعد كده. كده انا هنحط بقى الخلطة من تحتي زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اللي انا اضيف عليها الخل، شايفين الفوارق. فطبعا هي كده بقى هو كده بيتفاعل كده مع بعضه، فانا هنسيب الخلطة ديت كده يعني يتفاعلوا كده مع بعض. كده بعد ما سبت الخلطه كده اتفعلت مع بعضيها 5 دقايق، ببدا ان انا انزل عليها بميه سخنه مغليه. كده زي ما احنا شايفين كده الحوض كده اتسلك معانا كده خلاص. كده انا مش هفتح المية الساقعة عليها دلوقتي، علشان ايه يعني لو فتحت المية الساقعة اكن ما يعني ما عملتش حاجة، ترجع الدهون تمسك تاني في بعضيها تحت في الماسورة يعني على طول، واللي انا عملته اكني ما عملتش حاجه. فانا مش هفتح الميه الساقعه دلوقتي، هسيبها كده اهوت. كده حبايبي ده كده الحوض كده بعد ما سبته، بعد ما فضيت الميه السخنه وسبته ربع ساعه كده اهوت، لحد الميه بس اللي انا حطيتها ما تتفاعل كده مع الكربونات وملح الليمون في الماسوره يعني من جوه، اللي هي الصرف يعني البلاعه، ويعني يكون عدى عليها وقت وبردت يعني، وتكون الدهون بقى اللي في الماسوره ساحت يعني. نشوفه بقى، نجرب معاكم الحوض ونشوفوه كده زي ما احنا شايفين. شايفين بقى سالك ازاي والميه بتجري فيه بسرعه. طبعا انا وريتكم في اول الفيديو ما كانش كده خالص.
شايفين ميه اهو، جيت شايفين ميه يعني مشت بسرعة ازاي. فيه طبعا الخلطة اللي انا عملتها ديت خلطة رهيبة جدا وفعالة، اتمنى اللي هي تنال اعجابكم. ما وزي ما شفنا انا وريتكم عملي، يا ريت اللي لسه متابع القناة لأول مرة يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناة حنان الورقي، واللي متابع القناة يعمل شير للفيديو مع كل أصدقائكم عشان كل الناس تستفيد بالوصفة اللي أنا عملتها النهاردة. بحبكم جدا في الله. كان معاكم حنان الورقي أم ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.